تواصل مصر استقبال المساعدات عبر مطار العريش الدولي لإدخالها إلى قطاع غزة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مدينة العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية محمود، يعني انقل لنا آخر المستجدات لديك. تحياتي لك يا أميرة ولكل السادة المشاهدين. آخر هذه المستجدات، علمنا منذ قليل من وفد الأمم المتحدة المتواجد في مدينة العريش أن الوزيرة الهولندية سيجريت كاغ التي تم تعيينها كمنسقة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار إلى غزة ستصل مساء اليوم إلى القاهرة وستلتقي بعدد من المسؤولين غدا، ثم ستأتي بعد غد الأربعاء إلى مدينة العريش ثم إلى رفح وستتجه مباشرة لقطاع غزة. وهذه هي الزيارة التي كانت مرتقبة منذ أن تم تعيينها ومنذ أن بدأت عملها في 8 يناير. هذه الزيارة هامة لأنه بالتأكيد سيترتب عليها بعض التطورات التي نتمنى أن تكون تطورات إيجابية تنفيذا لقرار مجلس الأمن المتعلق بزيادة وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. على الجانب الآخر أيضا، لا زالت مصر تواصل كل الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى والمصابين. نتحدث عن اليوم تحديدا، دخل من خلال بوابة معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم، نتحدث عن 117 شاحنة ثم 75 شاحنة اتجهوا إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات تتجه إلى المنفذين الخاضعين لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ليتم بعض الإجراءات التفتيشية التي بالطبع يعني تحول دون وصول أكبر عدد من الشاحنات إلى قطاع غزة. من ضمن الشاحنات التي دخلت من خلال منفذ العوجة اليوم، نتحدث عن بعض المساعدات والشاحنات التي اتجهت إلى المستشفى الإماراتي الميداني، ثم نتحدث عن 18 شاحنة اتجهوا إلى مخيم خان يونس. هذا المخيم المصري الذي تقيمه مصر في محافظة خان يونس في قطاع غزة. وهذه نقطة هامة أن المساعي المصرية والجهود المصرية ليس فقط هنا فيما يتعلق بإدخال المساعدات، ولكن أيضا في قطاع غزة من خلال هذا المخيم الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية، واستقبل عدد كبير من النازحين من شمال غزة. يتم تقديم كل الخدمات المختلفة لهم سواء كانت المساعدات الإنسانية الغذائية أو حتى المستلزمات الطبية. فيما يتعلق على الجانب الآخر أيضا، بوابة معبر رفح لا زالت مفتوحة من الجانب المصري لاستقبال الجرحى والمصابين. حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها، معبر رفح استقبل 12 مصابا بالإضافة إلى 14 مرافقا لهؤلاء المصابين. بيتم تقديم كل الخدمات الصحية لهم داخل المعبر ثم نقلهم إلى المستشفيات المخصصة لهم على حسب الحالات وأيضا الإصابات لهؤلاء المصابين. بيتم توزيعهم على المستشفيات سواء هنا في محافظة شمال سيناء أو حتى في القاهرة. ويتم أيضا وجود بعض الوحدات السكنية للمرافقين لهؤلاء المصابين أو حتى بعد انتهاء فترة علاجهم فيما يتعلق بمرحلة الاستشفاء، وأيضا المكان الذي خصص لهم في أحد النوادي في مدينة العريش. يتم هناك متابعة لحظية لهؤلاء المصابين من قبل الطواقم الطبية الموجودة في مدينة العريش. فنحن نتحدث عن أنه بعد 100 يوم يعني تجسدت فيها ملحمة مصرية وطنية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، هؤلاء المصابين بكل هذه الأعداد التي تدخل يوميا، نتحدث على أن العدد تجاوز 1500 مصاب. استقبلهم 25 مستشفى من أصل 37 مستشفى خصصت لهم بالإضافة إلى المرافقين، بالإضافة أيضا إلى الحالات الإنسانية واستقبال مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية. نتحدث أنه أيضا كان هناك وفد من الهلال الأحمر الليبي المتواجد في مدينة العريش والتقى بمحافظ شمال سيناء وقدم 11 سيارة إسعاف ستتوجه بعد انتهاء التنسيقات والإجراءات المختلفة ستتوجه إلى معبر رفح لدخولها إلى قطاع غزة يعني دعم الأشقاء الفلسطينيين. وهذا مسار آخر أيضا اتخذته الدولة المصرية فيما يتعلق باستقبال المساعدات من كل الدول المختلفة وعلى رأسها مطار العريش الذي استقبل حتى اليوم أكثر من 480 طائرة
الطائرة سواء محملين بعدد مساعدات وأطنان تخطت ال 12 ألف طن من المساعدات، أو حتى في الزيارات الرسمية والوفود التي تأتي إلى مدينة العريش لمتابعة الجهود المصرية التي تتم في تجهيز وإرسال المساعدات، أو حتى في قطاع غزة عدد الشاحنات المصطفى أمام المعبر عدد كبير لا حصر له من الشاحنات المتواجد أمام المعبر، بالإضافة إلى الشاحنات الموجودة في مدينة العريش وتذهب تباعا إلى معبر رفح لدخول كل هذه المساعدات، بالإضافة إلى الشاحنات التي يقوم الهلال الأحمر المصري من خلال المركز الاستراتيجي الموجود هنا في مدينة العريش والذي يقوم بعملية تجهيز وإرسال المساعدات المختلفة ليتم حملها على الشاحنات وتتوجه مباشرة إلى معبر رفح. فنحن نتحدث عن جهود مصرية كبيرة، عدد الشاحنات أيضا والأعداد يعني تتزايد يوما بعد يوم، نتحدث عن أن العدد تخطى 9000 شاحنة منذ أن دخلت هذه الشاحنات ودخلت الدفعة الأولى في 21 من أكتوبر الماضي، وصل عدد هذه الشاحنات لأكثر من 9000 شاحنة وتخطى أيضا أو ما يقارب 90 ألف طن، وكل هذه المساعدات دخلت لقطاع غزة. نتحدث عن 80% من هذه المساعدات هي مساعدات مصرية، فإذا مصر لم تتوانى لحظة عن تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين بتقديم كل هذه المساعدات وتحديد المسارات المختلفة برا وبحرا وجوا لدعم الأشقاء في فلسطين. بالفعل، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفية الزميل محمود جميل، كنت معنا من مدينة العريش.